بالعودة إلى قضية من يحكم من في الجزائر، الجزائر التي يجري الترويج لها على غرار ما حدث من في التسعينات في إطار من يقتل من، الجية تذبح والناس في الخارج ويقولون من يقتل من، لا لا الجية صناعة استخباراتية وزيتوني صناعة استخباراتية وكان في الثكنة، كلام فارغ فارغ، الكل يعرف من جاءت هذه التنظيمات والخطاب المتطرف الذي تعلمته والجهات التي تقف خلفه وتموله، هذه أمور معروفة. ولكن الآن من يروج إلى فكرة من يحكم من في الجزائر، هو يريد ماذا؟ يريد أن يقول للجزائريين أن المسار الانتخابي اتخذتموه لا معنى له أبدا، فالمؤسسة العسكرية هي التي تحكم وهذه كلها واجهات مزيفة، لذلك يريدون كسر أي طريق يؤدي إلى استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم في الجزائر، وهذا هو الهدف في حد ذاته، لأن عدم استعادة هذه الثقة بين الحاكم والمحكوم ستؤدي إلى انفجارات جديدة، ستعيق عملية التغيير. وأنا أجزم لك حتى لو كان جاء واحد شخص من أشد المعارضين للنظام وهو الذي حكم عن طريق الانتخابات، وحلو لو كانت انتخبه كل الشعب، لأن انتخبه كل الشعب لا, لا, لا يمكنه أبدا أن يحقق أي شيء، لأن الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى سياسة معينة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى، لأن قضية معنوية، عندما تكون معنويات الشعب هادئة رغم الظروف فإن الأمور تتحقق تباعا، ولكن عندما تكون معنوياته منهارة والثقة غير موجودة والتشاؤم بلغ أوجه واليأس وكذا 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 ستدفعه أيضا إلى عدم تقبل أي شيء، وهو وهذا الذي يراد له، هذا الذي يراد له، رغم أن هناك جهود تبذل من طرف الرئاسة، جهود تبذل من طرف المؤسسة العسكرية، جنرالات حسبوا، مسؤولين كبار يزج بهم السجون، تحقيقات كبيرة فتحت، هذه كلها كيف فتحت؟ هذه لو لم يكن هناك تكامل، هناك الشعب قاعدة شعبية للحراك، بعد ذلك جاءت المؤسسة تخندق الأجهزة والمؤسسة العسكرية مع هذا المطالب، أيضا كسب شرعية دولية من خلال الانتخابات ونتائجها التي اعترف بها دولية، والرئيس عبد المجيد تبون رئيس شرعي منتخب، هذا انتهى الأمر منه خلاص، لما جاءت هذه الأمور ستأتي الإصلاحات تباع. لكن إذا كان تريد أنت أن تكسر أجهزة الأمنية المؤسسة العسكرية تكسرها وتكسب وتريد كسب ثقة دولية، أنت من أصلا، أنت من حتى تكسب ثقة دولية أو تكسب شرعية دولية يا جماعة؟ بمجرد أن تأتي في الفيسبوك وفي تويتر وفي اليوتيوب تقول أنا الشعب معي والأحرار وكذا وكذا وكذا، حتى الطرف الآخر يستطيع أن يقول نحن أحرار ونحن شعب، الشعب المجتمع الدولي ينظر إلى صناديق الاقتراع، حتى بشار الأسد أجرى انتخابات رئاسية في بعض المناطق فقط، وعندما مر على صناديق الاقتراع ولا أحد طعنوا فيها ولكن لم يسحبوا منه الشرعية، ما زال عنده سفراء في دول وما زال عنده ممثل في الأمم المتحدة وكذا وكذا، ويأتي ويحاضر حتى في مجلس الأمن. إذن إخواني الكرام، حكاية من يحكم من في الجزائر هذه حكاية يجري استعمالها، هذا عندما تكون المعارضة مفلسة، المعارضة ليست لديها استراتيجية، ليست متوحدة، من المفروض أنك لا تجلس لوحدك وتتكلم وتشكل وفي نظرك أنك تشكل الفكرة، فكرة الحراك، حتى أحدهم ينشرون أو جهات ينشرون الحراك فكرة والفكرة لا تموت، يعني الحراك العظيم حولته إلى فكرة فقط، لا، الحراك عبارة عن أفكار، وهذه الأفكار نظرية وممارسات عملية. أما إذا كانت تحولها بعدما كان أفكارك لصناعة دولة ولبناء دولة جديدة حولته لي إلى مجرد فكرة، معناها قزمت إلى منتهى، وبعد ذلك تقول الفكرة لا تموت، يعني كأنك خلاص أيقنت بأن هذه الفكرة اللي كانت عبارة عن أفكار وبعد ذلك ولت فكرة، والفكرة صرت أنك تقول خايف عليها تموت، لا أبدا ليس هذا. الثورات الشعبية التي تسمى ثورة شعبية، ثورات التغيير في البلد، أنا أقولها لكم لا يمكن أن تنتصر بها الثائرون فقط لوحده أبدا، إذا لم لديهم هذا الدعم. لذلك نجد عبر التاريخ كل ثورة شعبية إذا انتصرت فهي إما مدعومة من طرف جهات قوية ونافذة في الأجهزة الأمنية وفي الجيش،
أو أنها لديها قوات أجنبية جاءت من الخارج ودعمتها مثل ما حدث في العراق عندما جاء المعارضون على ظهور الدبابات الأمريكية وأسقطوا نظام صدام حسين، عندما نجد مثلا في مصر عندما تم إسقاط حسني مبارك والذي أسقطته المؤسسة العسكرية، لم يسقطه المتظاهرون في الشوارع. حقيقة المتظاهرون في الشوارع أعطوا قوة كبيرة، ولكن عندما تخندقت معهم في مرحلة معينة ومفصلية تخندقت معهم القوات المسلحة، انتصر الحراك الشعبي المصري في ذلك الوقت. نجد أيضا في تونس ما لم يهرب بن علي، كانت فقط شعارات لتغذية عواطف الناس، لم يهرب بن علي. بن علي عندما غادرت طائرته كان من المفروض رح يجي لفرنسا، ورفضت فرنسا استقباله ولف الطائرة وذهب إلى المملكة العربية السعودية، وخرج بيان في ذلك الوقت بيان من السعودية قالت بأنها تستقبل رئيس الجمهورية التونسية. معناها هو حتى لما اتصلوا بالسعودية اتصلوا بها على أساس أنه رئيس الجمهورية بن علي رايح للسعودية في زيارة، وكل المعلومات المتوفرة والتي سمعتها حتى من أشرس المعارضين الذين جربوا الحكم وبعد ذلك غادر أكدوا لي بأن المعطيات التي توفرت لديهم عندما رحل بن علي أنه لم يهرب، أنه سافر بناء على دوائر أمنية من حوله، وبعد ذلك انقلبت عليه وخلت شعار ثورة الياسمين هي التي تغطي من أجل تخدير الجماهير، ولكن هي في الأصل أن جهات أمنية سرياتي وجماعته والجنرالات اللي خارين معاه هم الذين أسقطوا بن علي. لو تخيلوا لو أن هؤلاء الجنرالات راح بن علي وقاوا ورجعوا ما حبوا، والله سيذبحون الشعب التونسي يا إخواني الكرام. وفي تجربة الجزائرية أيضا عندما فاز الفيس في الانتخابات، حقيقة أنه فاز الانتخابات ولكن تدركون الجو العام الذي كان آنذاك، عندما وقفت ضده المؤسسة العسكرية بسبب قياداتها وجنرالاتها، ماذا حدث؟ دخلت البلاد في حرب أهلية وسقط إحصائيات تتحدث على رسمية تتحدث عن 100,000 وما فوق، يعني وهناك إحصائيات تتحدث عن 250,000، يعني ما بين 100,000 و250,000 ضحى وآلاف المفقودين وخسائر مالية بأكثر 70 مليار دولار، كلها ذهبت هباء منثورا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه هناك لم تكن هناك انسجام. لكن أيها الجزائريون، المعجزة أو الأمر الذي تحقق لديكم وهو الذي يجب أن تتباهوا به هو انسجام بين الشارع والثكنة، بين الجيش والشعب. هذا الذي حقق خطوات عملية في التغيير، لأنه لو لم ينحاز الجيش إلى الحراك الشعبي، لو كان الجيش بقي في صف بوتفليقة، لتم صناعة نظام بطريقة أخرى. في أقل الأحوال يزال بوتفليقة، ربما رهجه يحيى، ولكن مستحيل تشوف واحد من هذه القيادات في السجون.